قلت لك لا تركضي ورا البنت بهالشكل، ايش فيك اذا بنت روعينها؟ اخذت الروج اللي توني شاريته يا خالتي، وانتي عارفه هدى لما شي يطيح في يدها عليه السلام وي فداها. وشلون فداها؟ روج شاريته ب80 ريال تقولين فداها؟ 80 ريال؟ ليه؟ علبه ذهب. ذهب ايش يا خالتي الله يهديك؟ لا ذهب ولا حتى فضه. وتحطين كل هالفلوس فيها الصبغ؟ يا حليلك يا خالتي، 80 ريال ولا شيء عند اللي يدفعون البنات على مكياجهم. الاف يا خالتي الاف، حسرتي علي. الاف الاف يا خالتي، ولا هب مجنني كل هالالاف. لا صاحيه يا خالتي ومصحصحه بعد. لا 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 ما اظن يا بنتي. قلتي شيء يا خالتي؟ بسألك شو اخبار سيارتك صحيح؟ طيبة وتسلم عليك. الله يسلمك. وش اخبارها بعد؟ مثل العادة بالورشة تصلح. اها في الورشة؟ يا كثر ما تودي هالسيارة الورشة. قل ما شاء الله. ما شاء الله. الوانيت يوم عند العمبو حمد وعشرة في الورشة. صحيح يا عمبو حمد، ورا ما تطلع اللي انت مدكني هالقريشات اللي انت خاشة فلوسك كثيرة، طلعها وخذ لك سيارة سبور حمرة كذا تناسب. أنا إن شاء الله من حيث المبدأ مقدم على قطار بس بالتقسيط. تميلح يا ولد التجار، أنا أولاً موتري ما يهون علي، وبعدين المثل يقول اللي ما له أول هي أكيد ما له تالي. عفواً عمي أبو حمد، ترى هالمثل ما هو بالسيارات. أها ما هو بالسيارات، أنا حر المثل واستخدمه وقت ما أبي، وبعدين سيارتي وما تهون علي يا أخي. طيب عمي أبو حمد، أنا بعطيك فرصة تركب معي وأنا وصلك، وأنا بعطيك فرصة أنك تسمع لحتي معصي. طيب تعال معي. ولا أنت، أنت معصي أيضا. إذن أنا مو معصي أيضا، ما بقل أنا، تعال معي. أنت يا ولدي ما أنت معصي، أنت معسقل. اسمع، ما خس من قديد إلا عسفان. لا لا لا، ما خس من عسفان إلا قديد. صدقت. أها عبود، وش معنى؟ بلاه يسمع الكلام، مو هو بيسرع. لا مني قلت له لا تسرع، مو بيسرع، مو مثلكم اللهم يا كافي ضو بهالطريق. قصدك تقول يا عمبو حمد إنه إنسان سلبي ضعيف الشخصية سهل الانقياد. أي نعم، يجيد القيادة ما يخصه. قول عني ما تقول، أنا ما علي منك. يعجبني في عبود أنه ما يعرف الزعل. قصدك تقول ما عنده إحساس. فعلا. أقول يلا يلا يا عيالك، الواحد يروح البيت وتوكلوا على الله، لأن الظاهر أنكم صمرقة أن عمركم ما تعقلون. ما هنا أمل. يلا بس توكلنا على الله. أشوف يدك فعلا سهل الانقياد. تبقين ابوي بياكل من هالطبق؟ يمكن يعجب مشعل. يمه مشعل مو بمقياس، مشعل مستعد ياكل اي شيء قدامه. وعد انا ايش اسوي؟ ابوك بصراحه ما متعود على هذا الاكل. يمه هذا طبق صيني، وبعدين افهم من كلامك انك تاكلين منه. لا 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 انا سامحيني، انا بعد ما تعودت عليه. السلام عليكم. حلوك وعلى
وعليكم السلام. يا الله يا ربي. أقول مش عاد جاء؟ لا ما بعد جاي يبا. أجل ليش حطيتوا الغداء بدري؟ ليش ما احتريتوه؟ هذا وقته، الحين بيوصل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هنهم وانت منهم حياك يما. يوبا يا خسارة يا خسارة يوبا، ما كان عندكم ولد اسمه مشعل. قاعدين ننتظرك، بعدنا ما بدينا. بتقعد كذا من غير ما تغسل يدك؟ اها تغسل يدك، وش فيها يديني؟ ما مسكت فيها شيء، وبعدين ما انا محتاج ليديني لاني باكل بالملعقة. قم وانا ابو غسل قم. انت عمرك ما تكبر؟ اها ما تكبر. هالكلمة اسمعها تنقال من يوم ما وعيت على هالدنيا، وانت للحين ما فهمتها؟ يعني لازم اذكرك فيها كل مرة؟ خليت النظافة لك يا نظيفة. اقول لك راح اغسل يدك، ترى انا مجهزت لك طبق يفتح النفس. جربي فيني. فاضية وش اسوي؟ اها فاضية وما وراك. انت لحد الان ما جاك الرد من ديوان الخدمه؟ ما قريتي اسمك في الجرايد؟ ما توظفتي؟ لا. اها لا. طيب اوراق الماجستير اللي قدمتيها في الجامعه وش صار عليها؟ ما قبلوك ولا شيء؟ ما في امكانيه للحين. اذا ما في حل للعرس، ما ودك تعرسين؟ والعريس بعد الى الحين ما حصل. وشو لها الاسئله يما؟ ودي افتك من هالتجارب. كل يوم الثاني تتحفنا بطبق اشياء من اللي قبله وانا اكله. اسلي نفسي، وش تبيني اسوي؟ ما ذلك باكل من اللي طبختيه يا شعوله. نور نورة ابعدي الورد هذا عني، انا ترى ما احبه. ايه بس انا احبها. اشبعي فيها انت، انا بموت من الجوع. غداي جاهز ولا لا؟ هذا اهم شيء. نورة انت متى بتعقلين وتتركين عنك هالخرابيط؟ انت ما تملين؟ عمري ما
فين احبه؟ حبي على راحتك، انت حر. انا كان بس قصدي اريحك. على العموم خليهم يحطون غداي بسرعه. يا ربي وفاء، الساعه 3 ما كان عبو تاخر؟ لا تخافيني خالتي، الحين يجي تلقينا راح مشوار ولا شيء، ولا تلقينا لقى شباب يلعبون كرة وقال ألعب معهم. خبرك عبود حب الكرة. ياه يا برودك يا وفاء، وليه أحرق أعصابي؟ طيب وفاء يمه، نفسي ومولا عيني، نفسي ادخل البيت يوم واحد وما القاكم تتهاوشون او تتناقشون. انت وينك فيه؟ خوفنا عليك؟ كنت اوصل العم ابو حمد. ليه؟ وين سيارته؟ خربانه. يا كثر ما تخرب، حق واجب ولازم توصله. يمه جوعان، ابي اتغدى. يلا يا وفاء قومي يا بنيتي نحط الغداء. طيب يا خالتي، بروح أودي الروج حقي وبعدين ألحقك. وفاء لا تتأخرين ترى. ها أنا فاهمة لعيبك زين، تتحججين بأي شيء ليه ما أحط الأكل؟ يلا بسرعة. تتحجج بأي شيء علشان ما تحط. يلا يا يما. وخر وجهك، خلنا نشوف التلفزيون بس. لا أنا أقول وفاء، يعني أنا أقول يعني أجلوا هواشكم ليه بعد الغداء؟ خلنا نتغدى ونعين من الله خير، عقب يعني فترة هدنة. اشرب الشاهي، لازم اشرب الشاهي بعد الاكل. اربع دقائق ماشي. اشرب الشاي حقك وعقب ودي. وفاء
الشاهي يا وفاء. ولا اقول لك دم يمكن يتغدى ولا ياكل شيء. اتصل يا عمدي اتصل. ان شاء الله يرضيك يا عمدة علشان ابن عمدة يرضيك يا عمدة عشان ابن عمدة. الو بو الو يا اخي اسفين الرقم غلط. اسفين اتصل عدل يا ولدي الله يهديك. ان شاء الله. هدين موليتين واثناش مولاي جسر الحديد انقطع من دوس رجلي. وقف كل شيء. وش كم وش وقف كل شيء؟ انا ما سويت شيء. ومن انت اصلا عبود؟ الله يخسك خوفتني. وش تبي؟ اي لا يا ابن الحلال ما له داعي. قل له لا تتعب نفسه، انا قاعد ان اجهز ريضاتي ابطبخ غدائي. يا ابن الحلال ما هنا داعي للتعب والكلافة. الله يهديك، طيب سب ما دام جاهز ما يرد الكريم الا اللئيم. خلاص يجبوه تعال، بس اسمع لا تصير مطفوق وانا ابوك. على هونك، مع السلامة. ايه. الله يسامحكم يا عيالي. أنا عليكم يا عيالي تتركوني وأنا بهالحالة. أنا وش سويت تتركون أبوكم اللي عمره ما قصر معكم، أبوكم اللي ما قد زعلكم حتى بكلمة، تاليت هالناس يشفقون علي وعلى حالي. وش سويت لكم أنا؟ وش سويت حتى تصيرون بهالجحود؟ ايه رجال عنده 4 عيال والناس يشفقون عليه على وحدته وعلى حاله. الله يسامحكم يا عيالي، الله يسامحكم. عاد بيك تهتم بالركن ذاك اذا نقل في البيت، ها؟ فلا تنسى يا ابو بندر. ان شاء الله. أقول يا أبو بندر الله لا يشفعك. يما نفسي أعرف سر اهتمامك بالعم أبو حمد. تبي تعرف السر يا عبود؟ طبعا أبي عارف. وشو؟ أنت تعرفين يا وفاء؟ لازم تعرف. طبعاً خالتي تبي ترشيه عشان ياخذ باله منك ويخدمك زين ويصلح لك الشاي والقهوة والسندويتشات. وفاء انت صاحي ولا مجنونة؟ ايش الحكي اللي قاعد تقولينه؟ خالتي ترى الرشوة حرام. اي والله حرام.
وش رشوته؟ أنا أصلح الأكل لهالمسكين، شفقانة عليه، وحيد، حتى عياله ما يسألون عنه. وحيد ها؟ وفاء تراك مصختيها. خالتي أنت ليه معصبة؟ أنا أقول رأيي، ولا الواحد اللي يقول رأيه في هالبيت حرام؟ إيوة، إذا كان هالشكل يسكت أحسن. ليه خالتي؟ هذا يسمونه حكم قرقوش. الظاهر أن شكل الهدنة انتهى، أنسحب أحسن لي. وفاء تراك أحياناً تزودينها، وأنا ما عاد أقدر عليك. ليه؟ وأنا وش سويت؟ ما سويت شيء. يا هلا يا هلا بعبود. يا الله حقك. هلا أبوي، تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. تفضل يا عبو حمد. هذا الأكل عليك بالعافية. الله يسلمك، وشول الله يهديكم، تعبين نفسكم. على الأكل. يا عبود وين رايح من أبوك؟ اقعد معي شوي، تخد معي. سبقتك يا عمي. الله يهديك يا ولدي، اقعد عندي شوي. ما أقدر، موعد الشباب، وراي مباراة مهمة، النهائي عندي نهائي، ما أقدر أتأخر على الشباب. يا وليدي اركض شوي، اركض وخل عنك المطامر يا ريفو الظهيرة، اقعد وخل عنك اللعب بالحواري. وش أسوي؟ أحبها يا عمي، أحبها، أحبها بالحيل. يعني شو أسوي؟ يعني وين تبيني أروح؟ بسلامتك. أقول عبود، سب بتروح الفيصل الليلة؟ إن شاء الله، إحنا أصلاً ما لنا غير فيصل. أجل مرني الليلة بروح معك. ما طلبت شيء، أبشر. أقول عم أبو حمد، ألاقي معك 50 ريال؟